اش غادي نقول لكم احبابي، واحد التبحيره واعره بزاف، وبالخصوص ان البحر هكا يكون خاوي. احبابي انا جبرتوني دابا غادي نمشي للمطعم ديال ارينا، غادي ناخذ من عندهم البوكاديو ديال الكبده. الصراحه كيعملوه واعر بزاف. شوف اخوتي على مهزله، شوف هادشي هذا كامل بسبب الانتخابات. شوف 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 شوفوا الدنيا كيفاش معمره بالكواغر. اهلا وسهلا احبابي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو هذا وانتم في افضل الاحوال. هذا هو الفلوق اللي كنسميه انا الفلوق ديال على غفله. كنت جالسه ما بيا معليا كيف سالت الخدمه ديالي، الام ديالي عيطت لي قالت لي حنايا اون طونك فامي غادي نهبطوا للبحر، واش تبغي تمشي معنا؟ قلت لهم هي اللي ما تعاودش، حيت اصلا هذا الصيف هذا ما بحرت حتى شي نهار، من غير انني واحد اليومين كنت مشيت جلست في الحاشيه ديال البحر، بغيت نرتاح شويه وش الدماغ ديالي ونتامل في ملكوت الله، حيت اصلا ولو بغيت انني نعوم ما عندي فين نعوم، حيت هذا العام هذا كان واحد الاكتضاد هائل على مدينه تطوان وعلى مدينه مرسيل بالخصوص. دابا بحكم اننا على ابواب الدخول المدرسي، فالاغلبيه ديال الناس غادي يرجعوا بحالهم، غادي تخولنا الدنيا، وعاد انا ديك الساعه غادي نبغي نبحر، عاد غادي ناخذ الراحه ديالي، عاد غادي نعوم وكانني كاريه البحر. فهمتوا هادشي اللي كاين؟ اذا بلا ما نطول عليكم يلا ونبداو الفلوق ديال اليوم. كنتمنى انكم تتبعوا هذا الفلوق حتى النهايه الى عجبكم. ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، ينضم للعائله ديالنا، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باش كون ملي ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. ها انتم احبابي، السويك ديالي جمعت فيه الفوطه، الكريمه ديال البحر، خديت معايا ايضا البيسي حيت غادي نكمل لو مونتاج ديال هاد لا فيديو في الدار ديالنا. دونك بزاف منكم غادي يسولوني هند منين خديتي هاد الصاك هذا، دونك خديتهم ال سي واي كيكي ب 100 درهم. الصراحه كيجمع بزاف الحويجات، وملي كنكون مسافره الصراحه ما كنهزش الهم ديال الحوايج، كنعمل فيه كلشي كاع الحويجات اللي غادي نحتاج، كنعملو في الظهر ديالي وكنتوكل على الله وكنمشي نسافر. احبابي انا جبرتوني دابا غادي نمشي للمطعم ديال ارينا، غادي ناخذ من عندهم البوكاديو ديال الكبده، الصراحه كيعملوه واعر بزاف. غادي ناخذ معاه اون بوتي صغيره ديال هاواي وصافي، هادشي اللي كاين. غادي نمشي نشبر تاكسي باش غادي نلحق على لافامي البحر، خليكم معايا. واحد التاكسي مسكين طلعني، ولكن الصراحه ما كانش هذاك المال كثير، قال لي المهمه بنتي غادي نقربك غير الباراده. شكرا بزاف على هذا المنبر هذا، وصافي على الله على الله نجبر فين نهبط، حيت الصراحة نتوما كتعرفو الويكاند هذا السبت والحد التاكسيات كيكونو قلالين، والأغلبية ديال التاكسيات كيخدمو الجهة ديال كابونيكرو ريستينغا، نتوما كتعرفو مع الصيف هذا. دونك المهم على الله نجبر غير واحد التاكسي اللي هبطني لمرتيل، وأنا ديك الساعة نكمل على رجلي. انا جبرتوني دابا عاد وصلت لمرتيل، الصراحه ما بقيناش بزاف في الطريق، الطريق ما كانتش عامره. شوفوا الدنيا دابا شحال خوات، الله عرفتي شحال توحشت من هاد اللقطه هادي. الدنيا خاويه بمعنى يعني كيبقاو غير الناس الساكنه ديال مدينه مرتيل هما اللي بقاو. والله انا جو بونس واقيلا هما مبحرين في ديك الجهه، هادشي اللي قالت لي خلطونا فيها من عيط لهم دابا عاد شويه. والله ما تصوروش شحال كتحمقني الدنيا هكذا، هادي شي شهرين ما كنتوش يتحلموا الدنيا خاويه كتجبر. هاد المقطع هذا عامر بعباد الله، ما عندكش حتى فين تجلس. انا الصراحه ملي كنشوف هيدا الدنيا عامره كنفضل انني نجلس في الدار. نتوما عارفين دابا مع هاد الجائحه هادي ديال كورونا، الواحد يجلس في دارو باش يقدر يحمي راسو ويحمي العائله ديالو. دابا عاد غادي تبدا انا الرحله ديال البحث ديالي على العائله. جا شافتني خديجه راه هي غادي تجي عندي كتجري، سينو غادي نبدا نقلب عليهم.
المهم هانتوما معايا في رحله البحث. هاتي نطلع انا هنايا نشوف على الله وعسى يبانوا لي. هاتي غادي نمشي نهبط في هاد الدريجات هادو. هي الصراحة الدنيا ماشي معمرة يعني لدرجة أن العائلة ما تبانش، ولكن ما عرفتش الصراحة فين مشاو يجلسوا. هاد الجهة ما كاينين شي. ها هما أنا جبرتهم. صراحة بحر مزيون، ما بارد ما سخون، ولكن صافي ونقي. شوفوا ماما وخديجة فين كيعوموا. انا غير غادي نرتاح واحد الشويوش، غادي ندخل نعوم. الصراحة عندي واحد الشوق من البحر ما تصوروش، راه ملي غادي ندخل ما غادي نبغيش نخرج. حتى يجيو ديك الناس يسفروا علينا ويجريو عليا في مرة. غادي نقول لكم احبابي، واحد التبحيره واعره بزاف، وبالخصوص ان البحر هكا يكون خاوي والعومه في الخمسة د العشيه، عرفتي من اروع ما يكون. ياك خديجه شكون حسن التبحيره هيدا، مع 12 ولا مع الخمسة د العشيه؟ خمسة. واو شوفوا على منظر الناس، قلالين ماشي بزاف. ها انتم لالا خديجه، هاي 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 هاي. بزاف الناس كيسقسوني عليها في الكومونتير، شكون هاد الزين هادي؟ هادي العائلة دخلتي. ربي يحفظها ويحفظ جميع الوليدات الصغار. شوفوا الناس مساكن عاد مهبطين المضيل ديالهم، واقيلا ما جيني يعملوا الميريندا. ايوا صافي جبرتونا، دابا حنايا غادي نمشيو للدار، غادي نعملوا عاوتاني واحد الصحة محيمة فعلى تركة. ايوا وديك الساعة نريحوا، غادي نكمل بعدا لو مونتاج ديال هاد لا فيديو هذا اللي كتفرجوا فيه دابا، وغنمونطي واحد لا فيديو اخر. فين مشاو هادو؟ جوا اخر جوا اخر من الاخر. هادو علاش نكيفو؟ هما فين مشاو؟ راهما فين هما؟ زعما كنشير لهم باش يشوفون هاد الجهة؟ ساعة والو، راهوما فين هما؟ ها حنايا. شوف اخوتي على مهزله، شوف هادشي هذا كامل بسبب الانتخابات. شوف 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 الدنيا كيفاش معمره بالكواغط، زعما حشومه عليهم والله العلي العظيم. وشكون اللي كيحصل في هادشي هذا كامل؟ هما مساكن ديك موالين النظافه، شحال قدو ما يجمعوا. طلعه من البحر بالرملة ديالي، شوفوا جاتني بحال حنه.